السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. يوم جديد من ايام الجمال في مطروح وعودة لفنادق مطروح. احنا داخلين نشوف واحد من فنادق كورنيش مطروح المميزة على البحر، فندق ديلمار. تعالوا ندخل. لوب الفندق فخم وطبعا شايف البحر، في تنوع كده في ستايل الاعداد وموديلات الكنب والكراسي، تحس زي ما قلت بفخامه كده. هنا ريسبشن، باب الدخول باب دوار، وفي كمان جنب ريسبشن كافيه شايف البحر. تعالوا ندخل نشوفه. شايفين انت؟ شايف البحر من اي حتة. طبعا الكافيه ممكن اي حد يدخل يقعد فيه حتى لو مش ساكن في الفندق. مية مطروح وجمالها، الالوان الفيروزية الجميلة اللي ما تشوفهاش غير في مطروح والساحل الشمالي. في شاشة عرض وبيعرضوا مباريات كرة القدم، علشان كده بنلاقي حاطين شعار النادي الأهلي ونادي الزمالك، مش عايزين يزعلوا حد. في كمان قاعدة مرتفعة شوية، بنطلع كام سلم كده. الأهلي والزمالك الاتنين حلوين. من اللوبي في سلم بننزل منه للمطعم، طبعا في أسانسير بينزلك للمطعم على طول لو نازل من أي دور من أدوار الفندق. احنا هنشوف المطعم دلوقتي وبعدين نشوف حمام السباحة ونختم إن شاء الله بالغرف. ده البوفيه، الوجبات طبعا بتبقى أوبن بوفيه. المطعم كبير ما شاء الله وتم تجديده وتحديثه قريب. في شياكة في الكراسي كده تحسها ستايل كده ومريحة ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين المطعم كبير وعاملين أعداد لأعداد مختلفة، بحيث الأسر تلاقي العدد المناسب ليها وتبقى قاعدة مع بعض. في قاعدة فوق زي ما احنا شايفين. تعالوا نبص على المطعم كله من هنا. هندخل نشوف البسين. حمام السباحة مناسب للأطفال، والجميل إنك بتبقى شايف البحر وإنت في حمام السباحة. وفي أعداد بتبقى شايف البحر وإنت بتتابع ولادك في حمام السباحة، يعني روقان. Thank you.
وراك كتير فندق بتبص على حمام السباحة وبتبقى شايفة البحر في نفس الوقت زي ما هنشوف بعد شوية. تعالوا ندخل نشوف الغرف. هندخل غرفة 602 نموذج غرفة دبل توينز بيد. لون مية مطروح مسيطر، بنلاقي اللون الفيروزي في الستاير والرنر المفروش على السراير. في قاعدة في جنبها ترابيزة عليها كتل، طبعا في تلاجة، ميني بار، وفي تلفزيون، مكتب وتسريحة ودولاب. الغرف كلها مكيفة، لكن تعالوا نشوف أهم حاجة الفيو. يا سلام على مطروح وجمالها، مفيش أروع من طبيعة وسحر مطروح. ده لسان من 5 ألسنة موجودة على كورنيش مطروح. شايفين البراجوت واليخوت والكورنيش تحت، فيو جميل. ده البراجوت. الحمام مجهز في كل حاجة، كابينة للدش، محطوط مناديل، صابون، شامبو، لكن كمان في استشوار ومراية مكبرة، الفوط والبشاكيل. دي أسعار اللاندري في الفندق. تعالوا نشوف نموذج تاني 416 عبارة عن سويت ل5 أفراد مكون من غرفتين. الغرفة دي تريبل، غرفة ثلاثية، في سريرين توينز والسرير الإضافي ده. الغرفة دي ملحقة بغرفة تانية، لكن تعالوا نشوف الفيو هنا الأول. الفيو كاشف كورنيش مطروح كله. انت جارك هنا المحافظ، دي فيلا المحافظ، وكمان الغرفة بصة على حمام السباحة. تعال نروح نشوف الغرفة الرئيسية، عبارة عن سرير كينج بيد. نفس الألوان، المرتبة عالية مريحة، في 2 كومودينو. دولاب، ترابيزة، والكاتل موجود، مكتب وتسريحة وتلفزيون طبعا. والغرفة هنا ليها نفس الفيو اللي احنا شفناه. ده الحمام نفس الكلام، كابينة الدش، المراية والاستشوار، تسريحة، وده حمام الغرفة التانية. مطروح وجمالها سلسلة هتشوف فيها مطروح بشكل تاني، هتتعرف فيها على كل أسرار شواطئ مطروح وكافيهاتها وأسواقها وفنادقها وأماكن الجمال فيها. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، اختاروا الكل عشان يوصلكم الجديد اللي بنعمله. تمنياتي لحضراتكم بقضاء أسعد الأوقات. بحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.